سؤال: ما هي أهمية كنيسة المهد بالنسبة للغرب بصفة خاصة؟ وكيف تسمح الغرب بأنها تنتهك؟ كنيسة الغرب كنيسة المهد ليست مجرد كنيسة، إنما زي ما تكون مكان واسع جدا فيه الكثير من الكنائس للطوائف عديدة، مش مجرد مبنى عادي واحد، يعني عبارة عن مؤسسة كبيرة. وسموها كنيسة المهد عن ميلاد المسيح، يعني طبعا المسيح لم يولد في كنيسة إنما في مزوة بقر، لكن المكان اللي ولد فيه بدأ يبقى مزار، وعملوا فيه كنائس كتيرة، وعملوا فيه مؤسسات إلى آخره. كيف يسمح الغرب؟ الغرب يعني مش متدين زي ما انتم فاكرين، يعني